السلام عليكم متتبعات متتبعيش، كتعاودوا مزيان؟ اش اخباركم؟ هانين. نتمنى ما نكونش غبرت عليكم بزاف، وانتم تكونوا بخير وعلى خير دائما يا رب. إيه كتشوفوا؟ كاين عندي هنا كاليتوس خضر وكاين عندي هنا اليابس. غادي نشارك معكم هاد ثلاثه الطوارق بثلاثه، واللي ارتاح الطريقه غادي يديرها. اي طريقه ارتاح فيها الانسان هو اللي غادي يجربها، اكيد غادي تحيد له الشقيقه ديال الراس والمسمم المكلفه. قالت لي واحد السيده راه مزيانه المكلفه. البنات قبل ما نبدا معاكم بغيت نعطيكم جميع المعلومات عليها. بالنسبه للبنات اللي كتجيهم الدوره الشهريه بالوجع، ما قديناش بداك الحريق ديال لي غيغل، ما قديناش نتسناو ساعه ولا ساعتين بيد ما طلق دوك الفوائد ديالو، نطبخوهم نغسلوهم مزيان بعدا اولا، ونطبخوهم ونصفيهم في نص كاس ديال الماء ونشربوه. راه مفيد ومفيد بزاف، ومفيد حتى لتاخر الانجاب. على ما سمعت بعض شي فوائد عليه باللي راه هاد العشبه هذه مفيده اللي عنده تاخر الانجاب، راه ممكن يطبخ جوج ورقات ثلاثه ويشربهم مع الصباح، راه مفيد ومفيد بزاف. لان واحد السيده قالت لك تاخر الانجاب عندها كان مده 5 سنوات، ومني استعملتها الحمد لله ربي جاب تيسير. كنبخروا بها، كنت انا كنديرها مع شويه ديال الخزامه وكنبخروا بها الدار، كتحيد تا المرض من الدار، كتحيد داك النزله ديال الارواح اللي كتعادي ديال كورونا. قال لك اودي راه مزيانه ثاني كنا كنستعملوها، الانفلونزا اللي دازو قبل بخرو بها، او الايام ديال نزله البرد كنبخرو بها، اولا كنطبخو شويه وكنشربوه. كبحال بعض الادويه كتستعمل منه نيت، بحال هاد كاليتوس لقيت الوالد عنده في الادويه ديالو، هذا ديال اوكاليبتي لوبران، هذا حتى هو مصنوع من الكاليتوس وزوين حتى الجهاز التنفسي والكحبه الجافه. خليكم مع الفكره والطريقه كيفاش حيدت لي انا المكلفه او المسمى بالشقيقه ديال الراس، او داك الصداع نصف الراس، الصداع نصف الراس، يعني الشقيقه هي اللي كتكون في النص ديال الجهه، نص جهه الراس، يعني نص جهه تدرك ونص لا. وانا اللي جاتني هاد المره هادي ماشي في النص الراس، يعني جاتني في اللور، يعني جهت سميتو كضرني بزاف الدرجات. ما قدات فيا لا دوليبران ديال الالف، لا دوليبران العاديه، لا داك سيتاميل، لا حتى شي حاجه. يعني اي كينه جربتها من فارماسيا ما حيدتش ليا داك الشمش اللي دازت عليا بزاف، حتى شي حاجه. حتى استعملت الطريقه هذه وماشي في اول نهار، يعني البنات نكون صريحه معكم، في اول نهار يعني هي خفات لي شويه الالم، في الثاني نهار عاد حسيت بالراحه بحال الا عادي صافي، في الثالث بقى شويه كيحرقني في اللور ديال راسي، ولكن النهار الثالث صافي بقى حاشاك مني في كيدوز، يعني ما عرفتش علاش، بحال شكل الرواح، يمكن وقيلا ديك الاضرار هي اللي خرجات. صافي في اخر لحظه بقات واحد الضروره هكا فوق عيني كنحس بها كتخرج بزاف، يعني تما صبي جاب الشفاء بهذا الوراق الكاليتوس العجيب اللي يعني هنا عندنا في الموجود في المغرب. البنات كيف ما شفتوا عندي هادو اللي كارمين، بهم غنبدا لكم اول وصفه، لان هاد الوصفه هذه راه ماشي مفيده غير الشقيقه، يعني هاد العشبة الكاليتوس راه مفيدة بزاف ديال الحوايج. علاش غنبدا معكم بهادي؟ حيت مفيدة حتى للشعر، كترطب حتى الشعر، هادشي اللي اكتشفت انا. والبارح من بعد ما درتها ودرت الدوش ديالي لقيت شعري هذا، ومني بحثت لقيتها انها عندها فوائد الشعر. ممكن ديروا في جوجل فوائد عشبة الكاليبتوس وغادي يطلع لكم انها مفيدة للشعر، مفيدة للشقيقة، مفيدة لبزاف ديال الحوايج. وانا غادي نوريكم ثلاثه الطوارق، وديك الساعه منها غادي تطبقوا. غادي نشد هكا غنقردها بحال الحنه هكا، عفوا البنات كانت هذه نقردها. ممكن البنات ماشي تجيبوا على الخضر هذا وتسناوه حتى يبس عاد ممكن تستعملوه، راه ممكن تلقاه في الجنب ديال الشجرات فين كاينه شجره الكاليبتوس، كتلقاو طايح من تحت منه هذا اللي هو كارم. وحتى هاد الحبيبات ديالو هادو هما حتى هما كنطحنوهم مع هادو مجموعين.
والبنات اللي عندهم الورد كارم ممكن يزيدوا. انا راه عندي كارم غير كيحيد الحريق ديال الراس، حيت حتى الورد راه زوين لحريق الراس. والايام ديال الليمون حتى هو الا عندكم زيدوه. هانتوما البنات، هو الورد عندي هنايا كارم، حتى هو غنزيدو هنايا. نزيد غير قياس 3 الوردات ولا 4. هو البنات بعد ما طحنتو كيجي على شكل الحنه بحال هكا، عرفتي لي رويحه فيا. سلام البنات، واخا دابا انا حاليا ما مريضاش، ولكن صافي يعني سلامني داك الحريق. عاوتاني بغيت ما حيت رطبات لي الشعر، بغيت عاوتاني نعاود نجربها. دابا غندير هاد المقلاة هذا كامل، منها نشارك معكم، منها غادي نديرو في الشعر. صافي البنات كنزيدو القرعه ديال المزهر. انا عندي اللي عنده حتى شويه ديال الحامض حتى هو زوين، اولا كيف ما ذكرت الحامض اولا الليمون. فلقيت نتاع الليمون، دابا الليمون ما كاينش، كيجي بحال الحنه. صافي منين كنصايبوه كنشدو بحال هكا بهاد الطريقه هادي، وكنخلخلو جذور ديال الاماكن اللي في عندنا فيها الحريق لمده 3 ايام. ما كتبقى لينا لا حريق الراس لا شقيقه لا والو، منها كيستافد منها حتى الشعر ديالنا. كتستعملوها في ساعه ماشي كتسناو حتى تطلق ولا صافي. البنات دابا هادي راه هادي الطريقه الاولى، نديروها في شعرنا، نخليوها المده ديال لغد ليه، نغسلوها ونضوموها مده 3 ايام. ما كتبقى لا شقيقه لا حتى شي حاجه، بالحمد لله وباراده الله سبحانه وتعالى. الثانيه اللي هي سهله، دابا هاد الطريقه الثانيه والثالثه سهله. هادي شويه ديال معكم حتى هي، غادي نوريكم كيفاش الطريقه كنديروا ليها، وخليكم معايا. نستعملوا كاس شويه ديال الماء سخون، كيكونوا خضرين بزاف. مازال انا ما لقيتهمش بزاف، غناخذوا جوج ورقات. وهاد الوصفه هادي راه ما كتجي غير الشقيق، هاد الوصفه الثانيه كذلك كتستعمل لهذا الشقيقه لحريق الراس، وكتستعمل حتى العاده الشهريه، الوجع ديال العاده الشهريه. هو في العاده الشهريه ما غاديش نتسناو ساعتين، من الاحسن تطبخوها، يعني نطبخوها ونشربوا داك سميتو، لان سيكون فينا داك الحريق شويه مجهد، ما غيحسوا به غير البنات اللي كيعرفوا شنو هو الوجع ديال العاده الشهريه. نتوما نشلوهم، هم هاد الماء هذا كنلوحوه صافي، وكنعاودوا ماء اخر هكا نص، هادي اسهل ما يكون. هامر نديرو شويه هكا لمده 3 ايام كذلك. ملي كنحطوه ساعه ولا ساعتين كنشربوها مده 3 ايام، ما كنحسوش صافي، يعني ما كيبقاش داك الحريق عندنا بحال اللي موالف، اولا ما كيعاودش يرجع لينا بصفه نهائيه الا للضروره احكام، ما عدا لا عاود تمشينا في الشمس اولا شي حاجه. وحذاري حذاري ثم حذاري من الشمس الخطيره. نتمنى الشفاء للجميع وكاع عند جميع المرضى يا ربي تشافيهم. هالطريقه هذه زوينه كيف ما قلت لكم، سهله وسهله بزاف. هذه ممكن يستعملوها يوميا الناس اللي عندهم تاخر الانجاب، ولا يتفرج لي فيديو ممكن يدي معاه حتى هذه المعلومه هذه. والله يفرح كل محروم يا ربي وكل محرومه يا ربي. غندوز معكم الطريقه الثالثه. الطريقه الثالثه كنشدو كذلك مقدار ديال هاد الورق هادو، كنغليوهم مزيان، كنشدو فوطه بحال هذه، بحال هذه تكون كبيره ولا هذه بحال هكا، وكنحطوها على الاناء ديالنا بحال هكا، وكنخشيو راسنا من وسطو، وكنحاولوا نشمو داك هكا، كنحاولوا نشمو داك البخار اللي طالع حتى تنحسو بالبخار. اصلا كيطلع الريحه ديالو زوينه ومفيده، حتى كنحسو بحال شكون منيفنا صافي راه كيهبط، يعني داك الشبش صافي راه كتحيد من الراس اللي ضربتنا عفوا. وتنبقاو حق حاطين راسنا لمده حتى تحيد داك البخار، كنحسوا به راه تحيد. باش حتى هي مده 3 ايام. انا الصراحه البنات استعملت الوصفه الاولى، ونهار الثاني استعملت هذه الثانيه،
وهذا هذه اللي كدار في الماء ما استعملتهاش صافي. عاوتاني النهار الثالث كذلك استعملت الاولى كيف اللي شرت معكم في الاولى، يعني استعملت يومين المطحونه اللي مطحونه في مولينكس بالمزهر، والنهار الثاني ما درت والو، يعني جاني شويه العجز ما بغيتش نوض عاوتاني نطحن وداك الشيء. درتها مخلطه في الماء شويه، حسيت براسي بخير لاباس، لكن هذه اللي مغليه كيقولوا الناس باللي حتى هي زوينه ما جربتهاش، غير بغيت نشاركها معكم وصافي. لا فيديو ديال اليوم ربي سالي، نتمنى نكون نفعتكم شي حاجه مفيده، وكيف ما وعدتكم ما غنخلع عليكم حتى بشي حاجه ولقيتها مفيده وصحيه اكيد غنشاركها معكم. نخليكم على خير، وما تنسونيش بتفعيل الجرس ولايك وتعليقكم الجميل اللي كتزيد تحفزني، والله يخليكم ليا والله يوقف معكم حتى نتوما يا ربي توصلوا فين تمنيتوا ان شاء الله. مع السلامه، الى فيديو قادم ان شاء الله.